الطاقة الربانية، إيه هي الطاقة الربانية بقى؟ الطاقة الربانية دي أنا ما يعني ما ساعدش عليها، هي سبحان الله. بالفعل جاتني لأن كنت قعدت فترة تعب 13 سنة تمام. كنت مريضة فيهم، يمكن كل 6 شهور كنت بتعرض عند دكاترة وأخش غرف عمليات، والحمد لله من 2 سنين فقط بدأ يجيني رؤى في اكتشفنا منامي. ان عندنا طاقة ربانية. أيوة بدأ تمام. يجيني رؤى في منامي، ما شاء الله. والرؤية من كانت أولياء الله صالحين، وكان رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام زارني في صلى الله منامي عليه وسلم. ما عدة شاء الله. مرات، ما شاء وكان الله. يضع يده الشريفة ما على شاء الله. رأسي اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ويقرأ محمد. آيات عليه أفضل الصلاة والسلام، ويقرأ آيات معينة، وهذه الآيات يمكن كنت بقوم من الرؤية بهلل وببقى مبسوطة إن رسول عليه أفضل صلى الصلاة الله والسلام عليه وسلم. كان معايا في منامي، وكنت باخد هذه الآيات وضعها يعني أقرأها على مية وأقرأها على زيت زيتون، وبدأت أستعملها لي ولأهل بيتي، والحمد لله رب تم علي بالشفاء، اللهم لك ألف حمد وشكر. ما شاء وكان الله. عندي ابني كان مريض ربو، وكان على طول ببخاخ، على طول بياخد بخاخ، والدكاترة كلهم يعني أجمعوا إن هو هيفضل عايش على البخاخ ده، ما شاء الحمد الله. لله ربنا بالطاقة عافاه الربانية دي. بالطاقة الربانية. الحمد لله، اللهم لك تمام. ألف حمد وشكر. ويمكن معظم أهل بيتي ربنا عافاهم تماما من أمراض كتيرة، واللي أنا توصلت له إن الطاقة الشفائية دي مش طاقة أمراض فقط، لا ده هي تمام. طاقة بتعالج أمراض روحية كمان، فالحمد لله. إيه هو